فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. صلى الله عليكم. قال رحمه الله أيضا: فقد روى أبو داود في سننه وغيره من حديث هشيم: أخبرنا أبو بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار رضي الله عنهم قال: اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها، فقيل له: انصب راية عند حضور الصلاة، فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا، فلم يعجبه ذلك. قال: فذكروا القنعة شبور اليهود فلم يعجبه ذلك. ذكروا القنعة، قنعة والقنع بالنون، وفي الحاشية قال في طبعة أخرى النقع، فلم يعجبه ذلك، وقال: هو من أمر اليهود. قال: فذكروا له الناقوس، فقال: هو من فعل النصارى. فانصرف عبد الله ابن زيد بن عبد ربه وهو مهتم لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأري الأذان في منامه. قال: فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: يا رسول الله، إني لبين نائم ويقظان، إذ أتاني آت فأراني الأذان. قال: وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد رآه قبل ذلك فكتمه 20 يوما. قال: ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: ما منعك أن تخبرنا؟ فقال: سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله. قال: فأذن بلال. قال أبو بشر: فحدثني أبو عمير أن الأنصار تزعم أن عبد الله بن زيد لولا أنه كان يومئذ مريضا لجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا. وهذا أيضا مما يدل على منع التشبه باليهود والنصارى. نعم. حتى في أمور العبادات، فإن لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة احتاج المسلمون إلى الاجتماع لأداء الصلوات الخمس في المساجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم اهتم بذلك وفكر بأي وسيلة ينبههم على دخول الوقت ويدعوهم للاجتماع، لأنه لم ينزل عليه وحي في ذلك. فأشار عليه بعضهم أن ينصب راية، يعني علما فوق مرتفع، فإذا رأوه جاءوا، فلم يستحسن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ثم أشاروا إليه أن يستعمل البوق، وهو شيء ينفخ فيه ويكون صوتا، فقال: إن هذا لليهود. وذكروا له الناقوس، وهو شيء يضرب عليه ويكون له صوت، يستعمله النصارى لصلواتهم، والبوق يستعمله اليهود لصلواتهم، فقال: إنه للنصارى، يعني ونحن منهيون عن تشبه باليهود والنصارى. فامتنع من هذه الأشياء فجاء الله بالفرج. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتبع ما أنزل إليه من ربه، وأنه يتوقف في الأشياء التي لم ينزل عليه فيها وحي حتى ينزل عليه. وهذا مما يؤكد على أهل العلم عدم التسرع في الفتاوى والقول في الدين ما لم يكن عليه دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يتبين لهم. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم توقف واستشار أصحابه، ففيه مشورة أهل العلم. فلو أن متعلمين وعلماءنا سلكوا هذا المنهج العظيم وهو التشاور فيما بينهم في الأمور الملمة وأمور الأمة، تشاوروا في حلها لكان في ذلك الخير الكثير، وأن لا ينفرد واحد بالنظر أو الفتوى فيما يهم الأمة جميعا، وإنما هذا يرد إلى أهل العلم وأهل المشورة والنظر الصحيح. هذه ناحية وهي استطرادية، لكن المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم توقف في هذه القضية ومع اهتمامه صلى الله عليه وسلم بها. فنام عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري رضي الله عنه، فرأى رؤيا، رأى رجلا معه بوق، فقال: أعطنيه. قال: وما تصنع به؟ قال: ندعو به إلى الصلاة. أو رأى رجلا معه ناقوس فطلبه منه
قال إنه يريد أن يدعو به إلى الصلاة. قال ألا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قال بلى. ثم أتى بألفاظ الأذان أولها إلى آخرها، الله أكبر أربع مرات، شهادة لا إله إلا الله مرتين، شهادة أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر، ثم يختم بلا إله إلا الله 15 جملة فيها ذكر الله وتعظيم الله سبحانه وتعالى والدعوة إلى الصلاة وإلى الفلاح. فجاء عبد الله بن زيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما رأى في منامه، فقال إنها رؤية حق، فألقها على بلال فإنه أندى منك صوتا. فدل هذا على أنه مطلوب في المؤذن أن يكون ندي الصوت حسن الصوت ويكون جهوري أو جهوري الصوت، لأن هذا هو المقصود من الأذان، فيختار للأذان من هو كذلك، من هو جهوري الصوت وندي الصوت، فإنه أندى منك صوتا. وذكر الشيخ رحمه الله أن الأنصار قالوا إنه كان مريضا ولا يستطيع، ولولا ذلك لجعله النبي صلى الله عليه وسلم هو المؤذن، ولكن اللفظ الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم التعليل بغير هذا، هو أنه قال فإنه أندى منك صوتا. فلما سمع عمر الأذان جاء يشتد وقال يا رسول الله إن رأيت مثل ذلك، يعني فتكون هذه الرؤية تواطأت، إني رأيت مثل ذلك. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك، إلى آخر ما ذكره الشيخ في هذه القصة العظيمة، والغرض منها بيان مخالفة اليهود والنصارى في أمور دينهم، لأن التشبه بهم في الظاهر يدل على محبتهم في الباطن، ولأن التشبه بهم في العبادات يقضي على السنن ويأتي بدين أهل الكتاب، فلذلك امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. وأبدلنا الله ما هو خير من هذه الوسائل، لأن الأولى بوق والثانية ناقوس، فيهما نغم وتطريب ولهو، فالله أبدلنا بذكر الله عز وجل، أبدلنا بذكر الله بهذه الجمل العظيمة. فهذا فيه دليل على منع التشبه بأهل الكتاب في أمور الدين خاصة وفي عاداتهم الخاصة بهم من وجه عام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عمم النهي فقال من تشبه بقوم، يعني بأي نوع من التشبه فهو منهم، وهذا وعيد شديد يقتضي تحريم التشبه بعموم الكفار من أهل الكتاب وغيرهم. وفي هذه القصة أن الرؤية تكون حقا.